يعني خلينا نروح لناقدنا الرياضي الاستاذ عثمان، نعرف منه اجواء ما حدث بعد نهايه هذه المباراه. استاذ عثمان، ازي حضرتك يا فندم؟ والف مبروك طبعا. ده كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. الف الف مبروك طبعا. ايه اللي حصل النهارده بعد نهايه الحمد لله الحمد لله فرحه عارمه في القاهره اكثر من ما يخرج من تمرير المتفرج. حضروا اللقاء وفرحه كانت كبيره جدا للاعيبه المنتخب مع الجماهير مع الجهاز الفني. يمكن بعد اللقاء عمار حمدي طلع وقال ان الجائزه اللي اخذتها دي استحقها كل زملائي في الفريق مش انا لوحدي، وبهديها لكل زملائي في الجهاز الفني واللاعبين كلهم ساعدونا عشان نكون احسن لاعب في الماتش النهارده. حلمنا الاساسي اتحقق بالتاهل للاولمبياد، ودلوقتي هنفكر في تحقيق لقب بطوله افريقيا ونديها للجمهور المصري اللي عارفين ان هو زعلان من اداء المنتخب الاول في الفترات الاخيره خاصه بعد اتك على الجرح يعني. اللعيبه اكيد حاسه، اكيد اللعيبه حاسه، والجمهور نفسه متفاعل بشكل كبير جدا مع اللاعبين بعد الاداء اللي بيقدموه في الملعب والروح الكبيره بيلعبوا بيها. نخش على المؤتمر الصحفي. ديفيد متواني مدرب جنوب افريقيا طبعا هنا مصر وقال لمصر منتخب قوي جدا ويستحق التاهل، لكنه عتب على الحكم في ركله الجزاء اللي حسبها وقال انه شافها على موبايله الاعاده لهذه الكره، وقال ان لمسه يد كانت موجوده لكن خارج المنطقه، وان ركله الجزاء دي كانت نقطه تحول في المباراه، لكن ده مش هيقلل من تاهل منتخب مصر المنتخب القوي. وقال هو كان نفسه يقابل مصر في النهائي ويكون مباراه ملحميه كبيره جدا في القاهره، لكن ظروف الماتش ما خدمتوش، والخطا من الحكم حسب ما قال متواني هو اللي غير ماتش مسار المباراه لصالح منتخب مصر اللي يستحق التاهل رغم هذا الخطا، وقال انه منتخب كبير مش مستني مساعده من الحكم عشان يتاهل. نروح لكابتن شوقي غريب، يمكن اهم حاجه قالها، قال انا عندي فرصه اجيب ثلاث لاعبين كبار في دوره الالعاب الاولمبيه، انا مش هاخد اي لاعب ما عندوش الرغبه انه يكون ممثل لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه، يكون لاعب انا محتاجه في مركز معين من المراكز اللي هندعمها، لكن لو هو مش عاوز يجي انا مش عاوزه، وانا بقول على مسؤوليتي. كلام نقلا عن شوقي غريب بيقول على مسؤوليته ان هو مستعد يخوض دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 بنفس القائمه اللي خاض فيها دوره بطوله الامم الافريقيه المؤهله للاولمبياد. يمكن ده اهم تصريح قاله كابتن شوقي غريب النهارده، ان هو جاهز ان هو يلعب اولمبياد طوكيو بنفس اللاعبين حتى لو ما دعمش من المنتخب الاول خالص. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عثمان، يعني مهم جدا، كلام مهم جدا، وهو حر طبعا في النهايه هو اللي هيختار، بس انا